ده اسمه قرع العسل، لكنه بيكون مشوي في الفرن. ممكن تسويه تسوية كاملة، ممكن تسويه نص سوا مشوي، لدرجة انه ممكن تلاقي القشرة بتاعته لونها كده او اكتر من كده، نو بروبلم. كلما شويتيه اكتر، كلما اداكي بتاع قرع العسل من الزيوت الجبارة الغالية جدا في اوروبا. وده القشرة، باخد منها بس حتة هنا نطت فاطت غلط عشان حرام. وكده انا قشرته وشويته، وهبتدي ان انا بردة علشان البكتيريا ما تخشش في الاكلة بتاعتك. كفاية تقريبا نص كمية قرع العسل مية. وهتبتدي ان انت تضربي قرع العسل مع المية. هنزل شوية أمامك بالشكل ده، أو بالكمية كلها على حسب العيلة، يعني على حسب أفراد الأسرة متاحة عندك. بالنسبة لي أنا هستعمل دابل كريم، أنا هاخد دابل كريم هنا. بالنسبة لك أنت لو ما عندكيش دابل كريم اللي هي بتكون في سوبر ماركت جهينة، تقدري تاخدي ملعقة زبادي، ملعقتين زبادي، زي ما انت عايزة. والموضوع ده بينفع قوي قوي للأطفال لأنه بيحبوها، لأنها شيء مغذي جدا. ملعقة كبيرة من الدبل كريم، اللي هي ممكن شوية فلفل أسود بين صوابعينك كده، مش كتير، فوق الدبل كريم، وملح، شيء بسيط عند سهل. هاندز فول ملح، وبتبتدي تقلبيها على النار. بتاخد منك غلوة واحدة بس، بيصبح عندي عملت شوربة عدس. اخد منه على شوربة العدس. عملت شوربة سمك وجمبري، اخد منه اعمل بيه شوربة السمك والجمبري. عايزة اطبخه مرة واحدة واعمله شوربة، ازود عليه مية واستعمله كشوربة مرة واحدة. لكن طريقة صح، سهلة اند بسيطة. الخزين بتاع قرع العسل بتاعك ممكن يحفظ بالفريزر في علبة بلاستيك مغلقة محكمة. حط انت الاساس عندك دلوقتي من خلطة قرع العسل المشوي. والاكل اختيارات، انا اخترت لك الطريقة ده، هي انت تختارين اللي على مزاجك. انا اتعلمت من الشيف في امريكا الخلطة دي، وخدنا منها وعملنا منها شوربة الجمبري، وخدنا منها وعملنا منها شوربة الجزر، وخدنا منها وعملنا شوربة الطماطم، لاني كنت بقضي معاهم رمضان، فكنا بنحتاج خزين واكتر صحية. بدون الكريمة على فكرة كمان، بالزبادي صحية اكتر، باللبنة ممكن تعمليها. بتاخديها غلوة قبل ما تقدميها، وكده يبقى عندك قرع عسل صحي